أهلا ومرحبا بكم وعودة لكم وموضوع جديد في حلقتنا. موضوعنا النهاردة هو استغاثة من أصحاب بيت، أصحاب عقار مالكين، وتم طردهم من المستأجرين وضربهم والتعدي عليهم من خلال بلطجية. معنا الأستاذة صباح، تفضلي. أستاذة صباح عبد القادر وأختها أستاذة هدى، اتفضلي. إن شاء الله. احنا البيت بتاعنا مكون من 5 ادوار. الدور الخامس ده الدور دوت بتاع اخويا، والمستأجر هو مؤقت والمدة بتاعته خلصت. يعني هو كان مؤقت، يعني انتوا البيت خمس ادوار، انتوا البيت 5 ادوار بس انتوا قاعدين فيه. انت قلتي ان انتوا 4 اخوات او خمسة، بس مش قاعدين فيه. بس احنا كنا يعني ايه مؤجرينه علشان مثلا يبقى زيادة دخل وكده. فالدور الخامس اللي هو بتاع اخويا دوت، يعني كذا مره يعني اخويا يقول لي هاتوا الايجار وكده، يعني ما ادولوش الايجار، ما دفعش الايجار لمده 5 سنين. العقد كده انتهى، بقاله بقى دلوقتي 3 سنين كمان العقد منتهي وما استلمش الشقه. فاحنا استغاثه من السيد معالي وزير الداخليه، احنا بنشكره طبعا على الجهود الجامده المبذوله اليومين دول. بصراحه يعني كان الله في عونه، واحنا بنتمنى ان احنا نكون في رعايته. والدور الرابع ده اختي قاعده فيه. طبعا السكان اللي تم طردها اصلا من اللي في الدور الخامس واللي في الدور الثالث مسكوها ضربوها هي وعيالها، وراحوا عملوا محضر في اسم المطريه. وطبعا هم يعني انتوا اللي عملتوا محضر ولا هم اللي عملوا؟ احنا عملنا محضر علشان احنا اللي مضروبين. تمام. وبعدين لما راحوا قالوا طب ضربوها ازاي وانتوا مش قاعدين كلكم في البيت يا صباح؟ احنا كنا قاعدين، بس احنا دلوقتي اجرنا. ولا البيت مستاجر يعني في مستاجرين؟ هو البيت كله دلوقتي مستاجر. تمام. بس الدور الثالث اختي كانت قاعده فيه واحنا كنا قاعدين معاها، على اساس ان احنا يعني كنا مأجرين البيت، يعني تساعدنا في المعيشه في الحياه يعني. المعيشة. تمام. فمسكوها ضربوها وضرب اخويا وضربوا عياله وضربوا اختي وطردوها من البيت. بلطجة يعني. دوت كان في رمضان. قالوا لها انت لو جيتي البيت ولا دخلتي الشارع حتى هنكسر لك رجليك. يا خبر ابيض. والله. وبعدين يعني طبعا هي دلوقتي مشتته من هنا لهنا، اجرت يعني شقه لمده سنه، وبعدين بعد كده ما بقتش قادره على الايجار. بيلي عليها طبعا. بقت تقعد من بقت تدخل مثلا تقعد عندي شويه وعند اختي شويه. يعني هي صاحبه بيت وهي اللي بتتضرب وتطرد. وبعدين اخويا برضو كان مأجر الشقه دي عشان تعينه على المعيشه وكده. يعني هم جابوا لكم بلطجيه واجتمعوا عليهم. هي اختك بس اللي كانت موجوده في البيت اللي قاعده في شقتها، وهم كلهم مستاجرين واتلموا عليها، صح كده؟ وراح قعد اخويا راح قعد في الارياف علشان مثلا يعني انت بتقولي يعني هو مريض برضو يا صباح، يعني يعني مش قادر برضه. جاله السكر حضرتك لما يعني رفع قضيه وما عرفش طبعا ياخد الشقه بتاعته من اللي هي في العماره. هم طبعا يعني طاردينه وطاردين اخته. الداخليه ان هم سلموه الشقه، بس بعد ما استلم الشقه ضرب اخويا وضرب اختي وطردوهم وقعدوا في الشقه تاني. وبتقولي بيعملوا تحايل كمان، يعني انت كنت حكيتي لي وقلتي ان انتوا بتيجوا تنفذوا، يعني لما بتعملوا محاضر او حاجه بتيجوا تنفذوا، هم بيتحايلوا بيمشوا عشان تكون الشقه مقفوله. علشان العفش اللي موجود في الشقه يبقى في حيازه اخويا. تدخلوا على اساس ان انتوا تنفذوا على العفش، بيجوا لكم بقى ولا بيعملوا ايه؟ ولا نفذتوا يعني عرفتوا تنفذوا؟ احنا نفذنا واخويا دخل الشقه وحط اقفال عليها ودق خشب على باب الشقه علشان ما حدش مثلا يتعدى عليها وكده. راحوا جم كسرين الخشب وكسرين الاقفال وكده وضربوهم وضربوا اخواتي وراحوا ماشيين. طبعا انت تبع انهي اسم وكدا. طبعا انت عملتي محضر بكل ده. في المحاضر موجوده اسم المطرية. واخر المطاف اللي هو بتاع بالنسبه لاخويا دوت عمل اشكال. فطبعا ايه راح كتبوا بدل ما يكتبوا مثلا 12 شارع عبد العزيز سعيد راحوا كاتبين 16. يعني كل وسائل التحايل ان هم برضو بيغيروا في العناوين والحاجات دي. اصبح طبعا ايه قال لك لا ما ينفعش ان تستلم على العنوان غلط. فطبعا قال له ايه عيد القضيه من الاول تاني. وبعدين اخويا يعني غلبان ما معهوش مصاريف للمحامي ويجري هنا وهنا. حضرتك اخويا ساكن في طوخ في زي عشه
عارفه حضرتك السيول اللي كانت نازله دي، والله العظيم كان حاطط حلل واطباق وصواني تحت العفش بيخر عليهم. تمام. وبعدين لما الجو اتحسن شويه راح اخويا طلع المراتب علشان تنشف، نزلت عليها السيول عجنتها اكتر. يا خبر ابيض. يعني انتوا تبقوا اصحاب ملك يا جماعه وبيوتكم وتتضربوا وتتطردوا، انا والله ده ولا قانون الغاب يعني. مش عارفه نقول ايه بس. وبعدين اللي هو الساكن اللي عند اخويا دون هدده قال له انا لو شفتك في القسم تاني انا هقتلك. وبعدين والله. لما راحوا بعد الاعتداء برضه راحوا يعملوا اخويا لما بعد الضرب واللي حصل راحوا عملوا محضر في قسم المطريه. وبعدين كان في الضابط اللي هناك قال لهم انتوا ايه هيحطهم تحبسوا كلكم مع بعض في الحجز يا اما تتصالحوا. طب وبعدين اختي واخويا ما لهمش في المشاكل. طب لو اتحبسوا مع البلطجيه دول نص ساعه زمن هتلاقيهم اتهرسوا. ايوه طبعا هم مش واخدين على البلطجه. حضرتك لما فبتضطروا بتجبروا ان انتوا تتصالحوا. لا حضرتك لما البوكس راح ياخدهم راح كلبشوا المعتدي على المعتدى عليه. يعني كلبشوا اخويا. ما هو ده الوضع العادي لان المتضرر لازم هياخدوا الخصمين. الست اللي مرات اللي هي مرات البلطجي دوت كانت هتضرب اخويا في قلب البوكس. لا ده دول بقى يعني دول ده ما شاء الله. احنا طبعا دولة قانون ما احناش في غاب ولا حاجه، وعندنا طبعا عندنا الامن بتاعنا يشكر وطبعا بيبذلوا جهدهم وقمه مساعيهم. فاحنا بناشد جميع الجهات المسؤوله، وان شاء الله طبعا انتم معاكم ارقام المحاضر والحاجات دي معانا كل الاوراق حضرتك ومعانا كل اثباتات ملكيه البيت. وحضرتك يعني احنا بنتوسل الى انتوا عين شمس وانتوا قلتوا لنا المطريه. عين شمس الغربيه تبع اسم المطريه. احنا نداء للسيد معالي وزير الداخليه انه من فضلك احنا بنشكرك على المجهود اللي بتبذلها اليومين دول. بصراحه يعني العين الساهره على الشعب بصراحه. يعني بس احنا يعني بنتوسل اليك نكون في رعايتك. تمام. تنفذ لنا اللي احنا بنقول عليه. احنا ابناء وطبعا احنا عايزين بس نستلم بيتنا. يعني حتى يعني انتوا كمان هم مش قاعدين يا فندم، هم مش قاعدين دلوقتي، هم مطرودين. يعني دول اصحاب ملك ومطرودين، وزي ما هي بتقول يعني اصحاب فيهم يعني. اصحاب المرض وقاعدين عايشين عيشه غير ادميه. فده طبعا يعني وضع يعني لا انساني ولا قانوني كمان. يعني احنا في دوله قانون فما ينفعش طبعا ابدا كده. عامه بعد اذنك حضرتك بس اخويا بعد الاشكال اللي حصل الاخير دوت وما عرفش يستلم شقته، جاله السكر علي عليه وحصل له بتر في صابع رجله في صابع رجله. وبعدين بعد البتر دوت المفروض ان هو ايه يعني في طريقه للشفاء، جاله طبعا علشان دماغه مش واقفه، علشان طبعا مديون وقاعد في الشارع والبلطجيه هم اللي قاعدين في البيت. رجع تاني مستشفى النقل العام، هو شغال في هيئه النقل العام. رجع تاني المستشفى، وحضرتك لو عايز تتاكد هو موجود دلوقتي في المستشفى هيئه النقل العام. في اللي هي قصاد امام نقابه المجرمين. تمام. انتوا طبعا تمام طالما انتوا معاكم ورقكم يا صباح وورقكم جاهز. وبعدين دول انتوا اصحاب حق، يعني ده اصحاب ملك واصحاب حق. تمام. يعني احنا دلوقتي في وضع بلطجه صريح. يعني هم بيروحوا يقدموا بلاغات ويعملوا محاضرة. حضرتك انا لما اتصلت باللي هو الساكن في منزل في شقتنا اللي هو هاني مصطفى ده وشهرته هاني الجزار، قال لي انا ما عنديش، واللي عندكم اعملوه ويبقى حد بس يهوب ناحيه الشارع. لا طبعا يعني هو احنا مش في غابه، الكلام ده في قانون الغاب. احنا في دوله محترمه وقانون بتاعها هو فوق الجميع بيطبق بلا اي تفرقه. وان شاء الله هنتعشب. انتوا باذن الله انتوا هتبقوا معانا، والبرنامج باذن الله هيندب لكم محامي. ونتمنى نظره ورعايه طبعا من الجهات المسؤوله، وان شاء الله وضعكم باذن الله مشكلتكم بتتحل باذن الله. ان شاء الله احنا خير، ونتوسم في معالي وزير الداخلية إن شاء الله خير، وعلى رأسهم السيد رئيس السيسي أبو المصريين كلهم إن شاء الله. تمام أكيد. شكرا. طيب وكده بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية الحلقة. نتمنى نكون ضيوف خفاف، وإن شاء الله هتتابعونا في رمضان بإذن الله. شكرا وإلى اللقاء.